أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دخول القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2021 الخاص بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه البلاستيكية ذات الأحجام التي تقل عن 200 مللتر حيز التنفيذ اليوم الأحد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذن ما أهمية منع تصنيع أو استيراد أو تداول هذا الحجم من العبوات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هنا نتكلم عن المنتجات البلاستيكية أو المخلفات البلاستيكية، فهي تشكل أولوية بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، وذلك للحجم وتقليل هذه المخلفات، وذلك مواكبة التوجه الوطني والعالمي في التقليل من المنتجات البلاستيكية والتي تسهم في الحفاظ بشكل مباشر على البيئة، وذلك إيمانا من الوزارة أن هذه المسؤولية مبقاة على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لحماية النظام البيئي من المنتجات المضيرة للبيئة والتي قد تشكل خطرا على الكائنات الحية مثل ما ذكرت. وشريكنا الأساسي في تطبيق هذا هو المجلس الأعلى للبيئة. من هذا يأتي ومن هذا المنطلق يأتي صدر مثل هذه القرارات، وخصوصا هنا نتكلم عن المنتجات البلاستيكية التي تقل عن 200 ملي لتر. هنا يعني يمكن الإشارة أيضا إلى أن المنتجات أو المخلفات بما مجموعها بنسبتها يشكل 40% منها هو عبارة عن مخلفات بلاستيكية، فإن تطبيق مثل هذه القرارات وهذا القرار بالتحديد سيحد من كمية أو من نسبة مرتفعة من هذه المخلفات البلاستيكية. نعم، إذن ما هو دور الوزارة في عملية الرقابة على التنفيذ الصحيح لهذا القرار؟ طبعا هناك اولا هناك نوعين من الرقابه، الرقابه على الشحنات او على الشحنات في المنافذ الجمركيه بالتنسيق مثل ما ذكرت مع الشركاء سواء المجلس الاعلى للبيئه ووزاره الصحه، وايضا الرقابه الميدانيه التي ستقوم بها الاداره بالتنسيق مع هذه الجهات ايضا على في الاسواق المحليه لمراقبه تطبيق هذا القرار بالطريقه المثلى ان شاء الله لاحقا بعد عمليه التطبيق. نعم، شكرا لك سيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا على هذه المداخلة.